اصطبر يا اللي بترزع. افتح يا عموم. خير يا رنجة؟ خير ايه؟ وانت مش هتدخلني ولا ايه؟ هو في حاجه جوه؟ ايه ده؟ هو في حاجه جوه؟ يلا جوه. امك اللي ما شفتهاش يا ورده، مفيش حاجه هتخلصك مني ولا هتخلص روحك غير شقا عمر اللي انت لهفتيه. ما قدامناش غير حل واحد. حل ايه؟ نقتل بهلول. ايه؟ نقتل؟ ايه؟ نقتل ايه؟ بس اقعد يا اقعد انت كمان. انت هتسلمنا العشوائي من غير ما نعمل حاجه؟ من امتى كان فيها دم يا حراق؟ ضربت مرزابه ولا 100 شاكوش. ولا انت نسيت اما لقطنا الولا هجم في القطر وانت قعدت تقولي ده عبيط وبيهلفط وقعد يحكي لنا على ورده وبهلول واحنا مش مصدقين حاجه. كل حاجه طلعت صح وبقوا تحت ايدينا كمان. هي تكت زرار ونخلص ورده من بهلول ونبيع لها حياتها بنص التركه ونقب بقى على وش الدنيا. فلل وعربيات وفراخ ولحمه وفستق. وربنا انا بقيت اخاف منك يا لطفي. بطل عبط يا. طب انا هسالك سؤال. انت تختار ان بهلول اللي يعيش ولا انت اللي تعيش؟ بهلول لو مات هنشوف عيشه عمرنا ما حلمنا بيها في حياتنا. بقول لك يا حراق، عاوز النهايه طول عمرها اقرب من كرداسة. انا بره الحوار ده وانت كمان ما تمشيش فيه. انت بره الحوار ماشي وهعديها لك، لكن انا هعمل ايه مالكش فيه. وعلى الله تفتح بقك بنص حرف ولا كأنك سمعت حاجة. جعان. مساء الفل يا حورس. أمال فين لطفي؟ لا أنا جاي لوحدي، كنت عايز أخويا هوجن في حوار كده على السخان. خير يا حور؟ يا لطفي. ايه ياما؟ بتعمل ايه عندي؟ سلعتيني ياما. شويه اكل، شويه اكل. الله، احنا مش لسه واكلين؟ لا مش ليا، مش ليا ياما، ده للريس بهلول يعني مش ليا. اه طب استنى بقى، ادام بقى للريس بهلول سيبهولي كده وضبهولك شويه، اعمل لك شويه سلطه، شويه بطاطس. انت اللي ضربت عليا نار في عزبه خيران ليه؟ صار عيله الوردانه هيفضل وراك لحد ما روحك تطلع للي خارجها يا اوجه. بس انا ما كانش قصدي اقتله، ما كانش قصدي. بس قتلته. قدره ونصيبه، انا ذنبي ايه؟ اسمك اسمك منك له، لما المعلم يتكلم كله يسلم. اقتلم بقى يا معلم، منكم البعض. اشوفك تاني يا بهلول عشان اللي ليه عندك تقل قوي. في ايه يا هوجن؟ مالك في ايه؟ في ايه يا هوجن؟ نزلني يا هوجن، هو انا برز؟ انتوا ايه يا جدع انت؟ انتوا ايه؟ احنا ايه بس يا هوجن؟ ايه اللي جاب بهلول المخزن؟ والخزنه ما عارف تعمل ايه؟ انتوا مش قلتوا ان ده مال يتامي؟ نزلني طيب وانا احكي لك على كل حاجه. انا مش هنزلك الا لما تنطق. انا ماليش دعوه باي حاجه، انا صبي عند لطفي الحراق، هو اللي بيفكر وهو اللي بيسوق، وانا يقول لي نفذ يا حورس هنفذ على طول. انا ماليش دعوه باي حاجه، انا مش شخص مهم، انا شخصيه تافهه. هو والله العظيم هو ده يقول لي هي دي فلوس ايتام تبقى ايتام، فلوس احلام تبقى احلام. نهايه الحكايه دي كلها مع لطفي، روح واساله وهو هيدلك على طول. بس نزلني يا هوجن، يا هوجن، شكلي محر يا هوجن. متجمعين عند النبي ان شاء الله. اتشاهدوا على روحكم انتوا التلاتة. انت قلت انتوا التلاتة، يعني انا ممكن اروح عادي. ابعد يا دلتا،
الورد واطلعوا بره يا حارس. تعال. ليش؟ أنا اللي قلت لهوجن يجي يخلصك من بهلول. تعال. إيه ده؟ العربية الحلوة دي بتاعتك؟ يلا. إيه ده؟ مساء الخير. إيه ده؟ أنت مين؟ أنا لطفي الحراق. هو أنت صاحب هوجن؟ صاحبه؟ ده أنا شقيقه الروح بالروح، يلا بس بينا من هنا عشان الجو لبش والدنيا هنا مش أمان. يلا. هسيب هوجن كده لوحده؟ هسيبه لوحده ايه ده؟ ده هوجن يقوم بالحركه كلها تاما، المهم بس اوصلك انت في حته امان. يلا دوري العربيه، يلا دوري العربيه، يلا يا حيوان اقفل الباب وامشي ولينا حساب تاني بعدين. يلا بسرعه دوري العربيه، يلا يلا افتح بينا بقى، يلا بسرعه يلا. طب وانا؟ طب وانا؟ ياه للدرجه دي يعني؟ انا مش فاهم يعني هوجن ده في ايه يعني؟ عليه سكر مثلا ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا وبقى كان هيموتني، تعرف ايه كان هيموتني؟ لا انا مش قادر، مش معلش انزل، هاتني ميه معلش. طب معلش انزل، معلش. طب خلاص طيب خلاص ماشي حاضر، ثانيه واحده على طول. نهار ازرق ابو بهلول، ابو بهلول انت مضروب بسكينه؟ انت هتموت يعني ولا ايه يا ابو بهلول؟ لا اجمد كده، المصلحه لسه ما خلصتش ابو بهلول. قوم يا ابو بهلول، المصلحه لسه ما خلصتش. هتموتش دلوقتي يا ابو هلول، هتموتش دلوقتي. لا اصحى اصحى، بص قوم بقى عشان ما تدناش في داهية. ها تعال اخدك على البيت عشان ارجع اخلص المصاعب اللي هنا دي. اللهم اصبح في النعمة او احد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ايه ده؟ انتوا ايه اللي عمل فيكوا كده؟ بتقول ايه انطقي؟ يا عم انت عايز مني ايه؟ اركب وتهدفه كل حاجه. بقول لك اركب. حورس. ايه ده؟ تعال. ورده؟ مش متخيل بقى اللي انت بتحبيني وبتجري ورايا. هما سؤالين. ايه السؤال التاني؟ انت تعرف هوجن منين؟ انت ولد في الحراق. والاولاني؟ الخزنه اللي كانت مع بهلول سرقتوها من مين؟ ايه دي اوضه هوجن يا عبد؟ خد دول مش خساره فيك.